في مدينة جعار كبرى مدن محافظة أبين من حيث الكثافة السكانية، أعلنت مدرسة الخنساء للبنات بدء العام الدراسي على الرغم مما يمر به المعلمون من ظروف لا تختلف عن ظروف المعلمين في المدارس الأخرى. احنا فتحنا المدرسة علشان نضيع على بناتنا وأولادنا يعني سنة دراسية كاملة، وفضلنا ان احنا يعني نكون ندرس بكل اخلاص، يعني عددنا الخطة ودرسنا الطلبة، يعني مشينا سير العام الدراسي الجديد. وفي الوقت الذي ما تزال فيه معظم المدارس مغلقة بسبب تأخر صرف المرتبات، وهو ما ضاعف من حدة المخاوف لدى التلاميذ وأولياء الأمور من ضياع العام الدراسي. تأخر المرتبات عن قطاع التعليم لم يكن عائقا أمام بعض المعلمات اللواتي حملن على عاتقهن أمانة إيصال رسالة التعليم السامية لجيل المحافظة والنأي بهم عن المشاكل التي تمر بها البلد. الراتب مهم جدا لأنه يغطي احتياجاتنا واحتياجات أبنائنا، بس بالنسبة للمدارس أو لعودتنا للمدارس كان لابد أننا يعني نعود عشان أبنائنا إيش ذنبهم في ظل هذه الأوضاع الراهنة، أنهم ما يكونوش بالتعليم، أحسن لهم يرجعوا للمدرسة أحسن ما يكونوا برا بالشارع. عودة الطالبات إلى هذه المدرسة رسمت في ملامحهن الأمل، كما تركت على هذه الكراسات الحلم الذي راودهن بمستقبل بهيج كوجوههن المشرقة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.